الفائدة الأولى، قال ابن بطال، قال المهلب: الكفالة في القرض، الكفالة في القرض الذي هو السلف بالأموال كلها جائزة، كلها جائزة. إذن شخص يكفل آخر بسداد دينه بجميع صورها، هذه مسألة جائزة لا حرج فيها. طبعا هناك الكفالة وهناك الوكالة، وفرقنا بينهما. فبالتالي لو جاء شخص مهما كان الدين وصغر أو كبر وقال أنا أكفل سداد هذا الدين فلا حرج، ولكن بشرط أن يكون مليئا، أن يكون مليئا حتى تبرأ ذمة الأول، حتى تبرأ ذمة الأول، ولا تبرأ ذمته حتى يسد عنه. وهل ترجع إلي إذا لم يسد؟ نعم ترجع إلي.